أذهب الآن إلى واشنطن، حيث سعادة إيفان آيلاند كبير باحثي معهد الاستقلال، وأبدأ بالاعتذار إليه. تأخرنا عليك سيد آيلاند، لكن ألا تشعر سيدي الكريم أنه خلال اليومين الماضيين حينما يسأل المتحدثون باسم البيت الأبيض، حينما يسألون عن تعليقهم بشأن ما حدث من جريمة في لبنان، يقولون ليست لدينا أدلة إنها إسرائيل، لا نعرف من ارتكب هذا الفعل، لا نعرف أبعاده، لا يعرفون؟ أتصدق سيد آيلاند أنهم لا يعرفون بالله عليك؟ أعتقد أنه فيما يخص إسرائيل أنها هي وحلفائها أنها عملية استخباراتية بالكامل. بالطبع أن إسرائيل قد أبقت الأمر سرا، والأمريكا نوعا ما وهي حليفة مع إسرائيل، لكنها لا ترغب في أن يعلم الجميع أنها كانت على دراية، فترغب أن يظن الجميع أنه كان سرا للقوات الإسرائيلية. ولكن من يعلم؟ أنه أصبح أمرا سخيفا للغاية، أؤيدك في هذا. ما هي علاقة القوة التكنولوجية الفائقة للولايات المتحدة الأمريكية بما ارتكبته إسرائيل في تصورك؟ أسألك سؤالا يتوجه إلى حدسك، إلى تقديرك، وليس إلى معلوماتك. أعتقد أن إسرائيل قد قامت بهذه النجاحات التكتيكية بشأن استهداف حزب الله وحماس، وإنه بالطبع وهذا السلوك العنيف في الضفة الغربية وهذه هذا العنف الجري مع حزب الله كلها عمليات عنيفة ومتهورة، وبالإضافة إلى حرب تحدث في غزة، والآن يتوجهون إلى هذه الحرب مع لبنان وهؤلاء الجنود. ولكن أعتقد أن كل هذه الأفعال تعني أنهم يرغبون في حرب، يرغبون في أن يتحول هذه إلى حرب إقليمية، وأيضا بالإضافة إلى حسين، كل هذا يعود إلى نتنياهو، وإلى أنه هو يحتاج أن يحارب شخصا ما في النهاية، إلا سيطرد خارج منصبه وسيذهب إلى السجن. لذلك هو يستمر في عمل هذه الهجمات، هذا ليس منطقيا ولا يؤدي بأي شكل إلى السلام. هو لم يكن يحتاج إلى مزيد من الأعداء. سؤالي كان سيد آيلاند، هل إسرائيل الصغيرة قادرة على القيام بعملية فائقة التعقيد والتقدم التكنولوجي من هذا النوع وحدها، أم أن أمريكا ساعدتها بشكل أو بآخر، بشكل مخابراتي سري يمكن؟ وأكرر، أنا أسأل تقديرك، لا أسأل معلوماتك. ربما قد حظيوا ببعض المساعدة من أمريكا. لقد حين قاموا بهذه العملية من قبل في إيران، كان هناك بالطبع تعاون من قبل الاستخبارات الأمريكية. هناك احتمالية كبيرة أن الولايات المتحدة قد ساهمت أيضا في هذه العملية، فإن إسرائيل لديها أيضا العديد من التقدم التكنولوجي في هذا السياق. ولكن أعتقد أنه فيما يخص الهجمات السيبرالية، فإن الولايات المتحدة هي الأولى في العالم، لذلك من المتوقع كثيرا أنهم قد ساهموا بشكل ما مع القوات الإسرائيلية، أو وجهوهم كيف يجروا هذه الهجمات.